اللي بعده هنروق مكاننا ونخش على بعض على طول واحده واحده. شيل بقى كل الكلام ده كله عشان ايه نتجنب اي زفاره، بس احنا ما اشتغلناش بالسكين بس برضو نامن نفسنا. قبل بس ما نشتغل نلم كل الحركات دي عشان نبقى في الامان. الموزه اللي عندي ممكن ابدلها باي حاجه تانية، ممكن يعني ممكن امشيها لو حبيت مثلا بموزه ضاني، ولكن تمشي، ولكن فكره المقلوبه او اي نوع من انواع الاكلات اللي ممكن يكون فيها حاجات مشكله زي الرز زي مكرونه زي عيش، الحاجات دي كلها لازم اتجنب شويه فكره العظم، فبلاش احط حاجه تكون فيها عظم شويه او زي فكره الموزه الضاني. فهشتغل عادي جدا بموز بقري وهقطعها وهشوحها كمان، ولكن قبل ما اقطعها في عندي تفصيله كده عايز اوريها لحضراتكم، هنشوف انا قصدي ايه. الاول بس ايه نوسع ونشوف الحته. حاضر 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 عيني افندم. سهى هانم صباح الفل. صباح الخير. اهلا وسهلا بيك يا فندم، اخبارك ايه؟ الحمد تحت امرك امر يا فندم. يعني اكلك بسم الله ما شاء الله، ربنا يا رب يحسن ما بين ايديك يا رب. الله يبارك في عمرك، كتر خيرك، كلك ذوق، تسلمي. ربنا يبارك لك يا رب. انا بص ناسي يعني هنا يعني اقول لك بيعشقوك عيش يعني. ده حبايبي واولادنا ربنا يحميهم لك يا رب. هم عمالين بقالهم كتير جدا عاملين بيعيطوا عايزين نكلم يا حبايب قلبي. لا يعيطوا فين؟ ينوروني ويشرفوني على طول. حاضر اوامر. حاضر. عندهم كام سنه يا فندم؟ فاطمه عندها 8 سنين وسلسبيل 5. ما شاء الله ربنا يحميهم لك ويحفظهم لك يا رب. حاضر يا رب. حاضر حلف الكنترول نسجل بياناتهم وينورونا ويشرفونا. حاضر حاجه ثانيه؟ طب ممكن تكلمهم بقى؟ طبعا طبعا دهاني يا فندم. يبارك لك يا رب. اهو معاكي فاطمه اهي. الو السلام عليكم. يا بطوط عليكم السلام ورحمه الله. ازيك يا حلوه انت، اخبارك ايه؟ الحمد لله يا رب دايما تستاهل الحمد يا حبيبتي. عندك كام سنه؟ 8 سنين. ما شاء الله. وايه اخبارك في الاكل؟ كويسه جدا دايما يا رب. عارف تعمل اكل كويس ولا نص نص؟ ها؟ ايوه مش سامع. بقول لك ايوه بطبخ كويس. طب يلا تعالي بقى نورينا عشان ندوق اكلك بقى ان شاء الله. ممكن؟ هستناكي. حاضر في الكنترول لو سمحت سجلي بيانات حضرتك وتنورينا ان شاء الله. حاضر يا فندم. طب برجع. حاضر هكون مع حضراتكم حالا. برجع بعمل ايه؟ انا بقشر بس الجلد او في حاجات كده يعني انا باخد منها. بص هقول لك، بس كده يا فندم معلش انا اسف. في جلده هنا في وش الموزه ما رضيتش اعملها والله قبل الفاصل، قلت عشان حضراتكم برضو يعني لو جات لنا مثلا في البيت الجزار بعتها لنا حد دابح حد مش عارف ايه ولقيتي ده هتلاقيها صعبه شويه في التقطيع وفي التسويه، فانا شلتها دلوقتي. زي ما حضراتكم شايفين الجلده دي فيها مشكلتين. المشكله الاولى رخمه في التسويه، ولو قابلتنا في اي حاجه من اللحوم واحنا بنفرم هتلف على السكينه دي. بص يا فندم عامله ازاي. بص يعني عايزه يعني بص عامله ازاي. بص حتى بالسكينه تحس ان بص مش بالسهوله تقطع، فده لازم اشيل الحاجات دي نظافه الشغل لازما في الحاجات دي. بشيل بقشر واللي بلاقيه مثلا زي كده ما برميهوش، اي حاجه زي كده اهو بسيبها عندي وبشتغل بيها عادي. بص كده مثلا على قد ما اقدر هشيل، والجلد ده مش عايزه بس بحب اوضح التفاصيل دي، مش هترمه هيشتغلوا معايا تمام لحد كده. ممكن اشيل دي كمان بالمره افندي مؤاسف. خليني ارجع بقى اقطع دي كده. بسم الله بقطع بمزاجي. يعني ايه بمزاجي؟ يعني مش شرط تكون حته كبيره، انا شايف المعقول كده حلو. بص يا فندم شوف حتى لما قطعنا القشره دي او شلناها بدات تسهل معانا الامور اهو، عشان انا عارف ان هي بتهدر. يعني ايه بتهدر؟ هفكر حضراتكم لو جينا نسلق الموزه دي او نسويها زي ما هي كامله، والله هتلاقي الموضوع قلب بالنص. يعني ايه؟ لو كانت هي الحجم ده هتلاقي نصها بتكش، ده طبيعتها. ولكن احنا نتجنب ده بايه؟ نقطع وننظف حاجاتنا قدام حضراتكم بكل بساطه وكل سهوله كده، وهنتبلها وهنشوحها وهنسويها وكل حاجه، ولكن عايزين نحافظ على ده ونحافظ كمان على التسويه. مش بس يكون تكش او شكلها يبقى، لا انا احب الحاجه تبقى زي ما هي كده ما شاء الله. بص حتى دي اخيرا بص افتحها ازاي عشان توسع. بص خدت بالك كده الحاجات دي يعني ايه؟ عشان نستفيد بيها بس ما يبقاش الواحد يعني عمل اكل وخلاص وسبناه على النار لما استوى وعيني يعني قطع نفسه، بتغمق اللحمه مني وبتكش مني اللحمه وبحس في الاخر ان هي مش زي ما انا عايز او مش زي ما سمعت عنها. فده كله يحصل. دي الموزه اللي حضراتكم اهي، ده الدبرين اللي طلع منها، وده القشر اللي ملوش لازمه منها. بحب اوضح كل حاجه معايا يا فندم، كل حاجه. ادي الموزه اللي اشتريناها قشرناها
خدنا الدبري هيشتغل معايا برضه مش هيقول لا هتشوح في النص ويطلع. وده متشكرين ده زي ما اتفقنا ما بنشتغلش بيه ولا نحطه في حاجه لان هيبقى مقرف شويه في المكنه يقف لو بنفرم لو بنطبخ هيبقى فيه مشكله. هنعمل ايه؟ بسم الله فلفل اسود الاول كده واديها سنه ملح من عندي. شوف بقى اللي جاي ايه بقى. هنجيب حله بسم الله الرحمن الرحيم ونسخن الحله كويس. قبل ما اشتغل عايز انا ادلع شويه التبهيله دي بسنه زيت زيتون. لا بدها تشوح في سمنه خدوا بالكم بس شوف التتبيله اللي بعملها الاول هتفرق معايا ولا لا. شوف حبه الاعشاب دول لو ما بنحبهمش والله مش مشكله بس صدقوني اللي هيجربه هيقول لك مش هعمل اللحوم او الحاجات دي غير ما احط اعشاب تاني. ليه الاعشاب دي يا شيف؟ هي بتدي ريحه حلوه وموجوده في كل حته على فكره ما هياش غاليه وهنا مصريه يعني ما هياش حاجه بعيده ولا اي شيء ولكن بتفرق كتير جدا. الزعتر والروزماري او اكل الجبل هما الاثنين دول اهو مثلا ده الزعتر كمان هما دول بيدوا احلى ريحه للحوم او للفراخ بالذات في التشويح او في التسويات كده. يبقى انا حطيت عندي حبه ملح وحبه فلفل ونعمتها بسنه زيت زيتون وسيبها قدام عيني لحد ما سخن كويس جدا الحله بتاعتي. بص منظر اللحمه عامل ازاي. انا احب الحاجه من اولها تبقى شكلها باين كده بكل وضوح وبكل بساطه مش محتاجه افتكاسات ولا يعني الموضوع بسيط جدا. تعال نكمل تسويتها ونشوف حكايتها ماشيه ازاي. هنجيب عندنا زي ما اتفقنا حله سخنه جدا بسم الله. انا شايف ريحه الفانيليا معلش انا اسف يا عم اكرم انا اسف استاذ اكرم مصور بيصورني هنا خدته ورحت بيه جيت معلش. بص كده بس بص يا استاذ خالد شوف المنظر هنا شميت ريحه حلوه اهي اهو شوف. اهدي النار بقى اهدي النار ليه؟ عشان ما يتسعش مني ما يتشعوضش بس بص السكر انهار ميه الميه هي نزلت اهي بعده مع نفسه وسيبه وكمل تسويته وهنشوف. تمام تمام بص كده سيبه يكمل تسويته ويعيش حياته. طب تعالى نشوف حكايه الحله الحلوه اللي هشتغل بيها بقى ومسخنينها كويس جدا دي بسم الله الرحمن الرحيم. ننزل ايه بقى حته اللحمه دي عشان طعمها حلو. كان في هنا علب معالق بتشيلوها مني اكيد انت اللي عملت كده. ما اطلعش من بتوع المطبخ صح يا استاذ خالد. شيلوا لي عشان اشوفها شيلوا لي عشان اشوفه اهو سيب لي الحاجات انت تحت. طيب ماشي هنجيب معلقه سمنه بسم الله الرحمن الرحيم كده سيبها تسخن شويه يعني ايه تبقى في كده سنه تسيح يعني ممكن اسيب لها حاجه تديها ريحه. بص كده اي اعشاب من الحاجات دي صدقوني بتدي ريحه حلوه جدا وبرميها في الاخر بس انا بلسعها دلوقتي بطعم ريحه السمنه. ما انا السمنه دي بتنزل على سخونيه فبالتالي عايز اشم برضو ريحه كويسه. بص اي نوع سمنه ما بيفرقش عندي حاجه معينه ولكن باخد معلقه على قد عشان اطعم بس الامور. واجي بقى عندي بقى هنا ايه بسم الله الرحمن الرحيم اجيب عندي حته اللحمه اللطيفه دي وابدا واحده واحده ارص بسم الله. شوف شامم ريحه كويسه والريحه كويسه دي من ايه؟ من التبهير اللي احنا عملناه مش اكتر ملح وفلفل. بس متشكرين. عندي حبة رز عايز اسويهم للحمة برضه فهعمل حاجة حلوة جدا. عندي المرقة بتاعتي عبارة عن ايه المرقة يا شيف؟ او ايه المعيار بتاع الرز اللي ممكن يمشيه للمقلوبة او للكبسة او الرز البسمتي عامة؟ بتكلم دايما في القصة دي وبكرر الموضوع يعني عشان نوضح الامور ونسهل الامور بالبلدي كده بالعربي الفصيح يعني. كوباية الرز المصري قدامها كوباية مرقة. كوباية الرز المصري مج الرز المصري بولة أي كان المعيار قدامه قده بالظبط. البسمتي بيبقى الضعف لو كوباية أو مج يبقى كوبايتين يعني كوباية رز بسمتي يبقى قدامها كوبايتين من المرقة. فأنا عندي دي كوباية يبقى قدامها إيه كوبايتين من المرقة. المرقة دي هتعمل فيها إيه يا شيف؟ هدلعها. دلعها إزاي؟ يلا بينا. هجيب عندي فيها بقى كده بص بقى مكعب مرقه حلو
ماشي الكلام، وهديها عندي معلقه بهارات حلوه، كل ده يغلي قدام عيني هنا، ماشي الكلام، وهديها سنه ملح. دي المرقه بتاعت الرز بتاعت المقلوبه او اللي هنعملها شبيهه للمقلوبه يعني. حلو الكلام. واجيب عندي فيها كمان مكعبين ثلاثه زبده عشان تبقى بتلمع معايا والرزايه ناعمه. اجي هنا بقى ابص على اللحمه اشوف اخبارها ايه، كشت ولا ايه الوضع يا شيف؟ تعال نشوف. بسم الله. هاي على اول حاجه مسكتها، بص بعمل ايه، بسم الله، بقلب بالراحه زي ما احنا شغالين من غير ما نقلب بشكل عشوائي او شيء. انا عايز اكني بحمر سكالوب. شايف حته الموزه عامله زي دي اللي بتكش؟ ايوه يا فندم دي اللي بتكش مننا، يبقى فيها مشكله. بس لو قطعناها، بص حتى لو حاطط غرب بتكش، لو عملناها زي كده والله ما هتكش ولا شيء، هتبقى احسن بكتير جدا مما نتخيل. اهو شوف حته اللحمه عامله ازاي، شايف الموزه. طب بتكش ليه يا شيف؟ ما قلتليش يعني اللحمه بتكش ليه. اقول لك ان فيها كتير جدا من العروق، فيها كتير جدا من الدهون، فبالتالي بتكش او بتاخد نار بتكش، بس مش اكتر من كده. ولا هو نوع عيب لحمه، ولا هو هي الموزه كده طبيعتها كده. حلو الكلام لحد كده، كلام زي الفل باذن الله. وسيبها تكمل تشويحها. طب هنسلقها؟ اه طبعا هنسلقها. نسلقها ازاي؟ هنشوف، مفيش حاجه ان شاء الله صعبه، كله باذن الله في السهوله ان شاء الله. تمام كده اهو، تمام. حلو الكلام، كلام جميل. طيب الرز اخباره ايه؟ تعالى قبل ما نحط الرز ندوب كل اللي حطيناه، اذا كان بهارات او زبده او اي شيء، ادوبهم مع بعض الاول كده عشان الحاجه تبقى واخده حقها. ما احطش الرز والملح لسه ما اتعملش، مكعب مرقه ما اتعملش، التفاصيل دي كلها مهمه جدا نركز فيها والنبي. طيب الرز عايزينه ايه؟ هنحبه زي ما هو ولا عايزين نلونه؟ هو كده زي ما بنشوفه كل مره. طب لو لونا، لو لوناه هيبقى لونه ايه؟ عندنا كذا لون، وكله حاجات طبيعيه وحاجات ما فيهاش هزار يعني. ممكن احط طماطم يبقى محمر شوي، او صلصه طماطم يبقى محمر شوي. ممكن احط عندي كركم على كاري هيبقى محوك تبهيره حلوه، هيبقى فيه نفس كويس. ممكن احط عندي سنه بودر زعفران هيبقى لونه اورنج او اصفر، اللي حضراتكم بتحبوه زي رز الكبسه. ممكن كمان نضيف حاجه ثالثه خالص بعيد عن الكلام ده كله خالص، ممكن نكرمله بصلايه بسنه قرفه فيبقى بن. كل ده يمشي معايا زي ما بعمل الرز المصري، اعمل عادي جدا رز بسمتي، ولكن يعني السنه اللي بتكلم فيها بتبقى دايما في التسويه، لكن المعايير كلها والمقادير كلها ان شاء الله تبقى واحده. طيب خلينا نرجع بقى للحمه دي، عايز اقفلها. بص بقى شايف كده اخر تقريبا بقى عامل ازاي؟ خلاص انا خدت اللي انا عايزه كله وتمام التمام. هتعمل ايه يا شيف؟ اعمل امر ربنا. هنجيب عندنا، بص بقى يا فندم معايا، بصلايه حلوه على الوش، شوف البصلايه دي حلو، وعلى البصلايه دي احط عندي جزرايه، يبقى جزر وبصل دول اساسيات السلق الحلوه. طب وبعدين ولا قبلين؟ راح اجيب عندي بكل بساطه، فكرت الفكرة، انا ممكن اشرب بالمرقه دي هنا واقفل كله هنا على فكره، يعني احط المرقه السخنه دي. طب انا هعمل كده على فكره، وانا ايه اللي يمنعنا؟ بسم الله، راح احط هنا، شايفين حركه المرقه اللي عملناها؟ بسم الله، هسلق اللحمه فيها هنا وكده مع بعضيها كلها. يلا باشا، حلو الكلام. يبقى احنا حطينا اللحمه تتسلق مع المرقه بتاعه الرز، يبقى احنا كده هنا رايحين على سكه ثانيه خالص غير اللي كنا بنتكلم عليها من شويه، بس هنعملها صح. ايه هو اللي انت بتتكلم فيه يا شيف بقى؟ كده انا بسوي كله مع بعضه، وهنعمل الصينيه وهنقفل الرز كله ان شاء الله، يبقى في حله واحده بكل بساطه. والصينيه بتاعتنا جاهزه بتاعت المقلوبه، لو احنا نعملها بالشكل المقلوبه او لو حبينا نعملها بالشكل العادي فده برضه هيبقى سهل جدا بالنسبه لنا. طب نعمل ايه دلوقتي؟ نعم ربنا بيقدرك على فعل خير يا عم خالد. هجيب عندي طاجن فاضي زي كده، انا برضه لازم اكون بفكر برضه البرينات بتاعتنا اخبارها ايه. الطماطم والبصل اللي بحطهم دايما، شايف المنظر، شوحتهم شويه في معلقه سمنه عشان انا عايز اللون ده، شايف كده في ارضيه الطاجن عادي جدا اهو. حاجه طبعا كلها مشويه لطيفه، ريحتها حلوه، قرن فلفل مشطشط لو حبينا كده، تمام التمام. حلو كلام جميل. دول كمان ينزلوا معايا بالشكل ده، وهجيب عندي البتنجانيه الحلوه بتاعتي وابدا اعمل كده. حاضر كده اهو، كده اهو، كده اهو. حلو كلام. وهجيب عندي بطاطسايه حلوه لو حبينا، ما حبيناش برضه براحتنا، في النص كده. حلو الكلام ده، كلام جميل. طيب واللي انا عملته بقى ايه هو بقى اللي احنا عملناه؟ حبه اللحمه اللي سويناها مظبوطه، الموزه والخضار وكل الحاجات دي كلها والرز. بسم الله الرحمن الرحيم، هاخد كده
الحبة دول هنا كده اهو. الله أكبر الله أكبر. حالا واجي أساوي أموري كده، كل حاجة استوي تمام. بس كنت عايز بصراحة أقلب وأظبط الأمور في الصينية زي حالكم فاكرين، بس إيه تمام همشي أموري كده دلوقتي زي ما احنا ماشيين كده. بص اللحمة عاملة إزاي، كل حاجة واضحة، هطلعها زي ما كده عشان بس وقتنا. وعلى الوش البصل المحمر، وبالهنا والشفاء لحضراتكم. دي طريقة مختلفة عن كل مرة، وزي ما قلت لكم من أول الحلقة هنعملها حاول بطريقة مختلفة شوية، لكن يلا بينا.